ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الكب كيك. الكب كيك هعمله بطريقه حلوه جدا وسهله ولذيذه خالص وهيعجبكم ان شاء الله. معانا ايه في مقادير الكب كيك؟ 8 بيضات، كوبايتين سكر بودره، 200 جرام زبده، ممكن تستبدليها نص زبده ونص زيت. دول كريم شانتيه، ده السر العظيم اللي هيخلي الكيكه بتاعتك هشه ولونها جميل ورائع وطريه من جوه. دي معلقتين بيكنج باودر او باكو بيكنج باودر وفانيليا، وثلاث كوبايات دقيق بالمج ده، يعني ثلاث كوبايات دقيق انا نخلاهم مرتين قبل كده وهنخلهم مره ثالثه معاكم. يعني 200 جرام الزبده هي كوبايه قد دي، ممكن تحطي ربع زبده وتلات ارباع زيت، ممكن تحطي نص زبده ونص زيت، ده الزبده والسمنه وده على اختيارك انت. انما انا هستكفي النهارده دي 200 جرام زبده، دول يعني لو سيحناهم هيبقوا كوبايه زبده. كل حاجه هتعيريها، سكر هتعيريه بالمج ده، الدقيق هتعيريه بالمج ده، وهناخد 3 معالق كريم شانتيه وفانيليا. دي كل المقادير ومفيش اسهل من كده ولا اعظم من كده. اول حاجه انا دخلت الدقيق مرتين، هنخلو دي تالت مره معاكم. ندخل الدقيق عشان ندخل فيه هواء، وهنشوف الخطوات. سهله جدا جدا، وهو في التسويه الكب كيك ما بياخدش 15 دقيقه. قبل ما نشتغل قبل ما نبتدي نشتغل في الكب كيك هنكون شغالين الفرن. نخلي الدقيق كده، هناخده كده على جنب وهنبتدي نعزل الصفار عن البياض. التمن بيضات دول يا حبايبي هيكون قبل ما تشتغلي بنص ساعه تكون مخرجاهم عشان يبقوا بدرجه حراره الغرفه. هناخد ايه؟ اول حاجه هناخد واحدة، اتنين، تلاتة صفار وبياض كامل. يبقى خلاص 8 بيضات دول اخدنا 3 صفار وبياض كاملين خالص. هنبتدي هنعزل بقى، ناخد بياض 5 بيضات. هناخد بس البياض عشان نعمله مرنج. يبقى افكركم عملت ايه، اخدت 3 بيضات صفار وبياض كاملين، وهاخد 5 بياض بس. يبقى 5، خدنا 5 بياض بيضة والتلاتة اخدناهم صفار وبياض مع بعض. شايفين كده عاملين عامل زي بياض البيض، عامل زي رغاوي الصابون. طب احنا عاوزين نعمل مرنج، هرش له رشه ملح صغيره وهنضربه تاني. والسكر المطحون هناخد منه معلقتين، هننزل بالتدريج ونضرب معلقتين سكر. Thank you.
الاول بسكر في بياض البيض عشان يبقى عامل زي المرنج كده بالظبط. يتقل معانا يبقى قش. نحط المعلقه الثانيه ما نحطهوش كله على بعضه، نحط المعلقتين نحطها بس نسيبهم اول شويه، نرجع بالمعلقه الباقيه. شايفين بقى عامل زي الكريمه ازاي؟ هنربطه بقى بمعلقه خل. نبتدي نضرب في اتجاه واحد، شايفين قرب يبقى مرنج معايا. شايفين يا حبايبي عدل بياض البيض، حتى لو قلبناه مش هيتقل، حتى لو قلبناه مش هيتقل، مش هيقع مننا. هنبتدي بقى نضرب صفار البيض مع السمنه مع السكر مع كريم شانتيه. دول 200 جرام زبده زي ما انا قلت لكم. هبتدي انزلها كده عشان ما تعطش علينا ولا اي حاجه. معلقه فانيليا صغيره، هنضرب تاني. وهنحط 3 معالق كريم شانتيه عشان ندوبهم. ممكن تحطيهم مع بياض البيض. دول 3 معالق كريم شانتيه نحطهم. هو ده السر النهارده بتاعنا بتاع الكب كيك، هيخلي النتيجه روعه. هندوبهم كده قبل ما نحط السكر. شايفين هيبقى كريمي ازاي؟ هنبتدي بقى نحط السكر مع بعض. دول كوبايتين سكر، حط شويه شويه، كوبايتين سكر بودر. هو انا هنا ما حطيتش لبن خالص. ليه ما حطيتش لبن؟ علشان اللبن ساعات كتير ما بيتظبطش مع المبتدئين اللي هم لسه بيعملوا الكب كيك، ولادنا الصغيرين اللي هم اللي ما يعرفوش يعملوه. اللبن ساعات يزيد منهم وساعات يقل منهم، ما بيعرفوش يظبطوه. انما كده بالطريقه اللي انا عملتها دي كلها هيعرفوا يظبطوا الكب كيك وهيطلع روعه من ايديهم ان شاء الله. على سرعة قليلة الأول، لغاية ما يبقى عامل زي الكريمة كده بالظبط. شايفين يا حبايبي؟ شايفين بقى كريمي ازاي؟ ضربت البيض على الفانيليا على 3 معالق كريم شانتيه، على اللي هو الخمس 3 بيضات، وضربتهم لغايه والزبده وال200 جرام الزبده. حابه تحطي الزيت حطي براحتك، لو انت عاوزاها دسمه حطي كوبايه زيت عليهم كمان. ضربتهم كده لغايه كده ما بقت كريمي. ابتدي انزل كوبايه دقيق حبه حبه.
الفانيليا او بكو البيكنج باودر، ده بكو البيكنج باودر، او لو انت جايباها سايبه حطي معلقتين. وافكرك تاني لازم تبخليها 3 مرات. نبتدي نحط شويه بشويه ونضرب. حبايبي اهي بعد العجينه خلاص عجناها وشايفين اهي، هنبتدي نخفها بقى بالبياض البيض. اخر حاجه هننزلها بياض البيض، نحط معلقه كده واحده صغيره بس ونبتدي نقلب بالراحه خالص. من فوق لتحت كده العجينة ابتدت ايه تلف معانا وتفك معانا. نزل معلقة كمان علشان بس نخفف. ابتدت تخف معانا خالص عجينة الكب كيك، شايفين هشة وجميلة جدا. حطينا عليها البياض البيض بقى في الاخر اخر حاجة، وبقت هشة اهي وجميلة. زي ما قلت لكم هنحطها في قوالب الكب كيك، بس دي هتقعد 15 دقيقة بس. طب دي ينفع تحطها في صينية عادي وتعمليها صينية كيك؟ طبعا، بس صينية الكيك هتقعد 30 دقيقة، لكن دي هتقعد 15 دقيقة بس، عشان صينية الكيكة هتبقى تقيلة في، يعني كل ده هيتصب في صينية الكيك، لكن الكب كيك هتبقى سمكها قليل، فعشان كده هتاخد 15 دقيقة بس. هنبتدي نعبي قوالب الكيك لغاية نصها بس. هنحط لها بقى ايه مكعبات شوكولاتة. بعد ما احطها في الفرن ده 15 دقيقة فقط لا غير. طيب يا حبايبي قعد 15 دقيقة بس، يعني مجرد ما تحطيه ظبطي الساعة على 15 دقيقة ويعني وطفي الفرن، لان هو ما بياخدش وقت. الكب كيك شوفي عالي ازاي وجميل وطري وزي الفل. شايفين يا حبايبي قبة ازاي وحلوة ولسه سخنة اهي. لسه سخنة. شايفين؟ لسه سخنة جميلة ازاي. دي بس كانت لابسة في اتنين بس لسه سخنة كمان. شوكولاتة اهي فيها.
عشان هي بس لسه سخنه.